السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من الداخل خدني جنبك. الحقيقة احنا النهاردة في مهمة وطنية ومحاولة لإنقاذ الكوكب من التلوث الضوضائي والإسفاف الأدبي وانحدار الذوق العام. بقالنا أسبوع بنتجول في الصحافة في محاولة للرد على السؤال اللي حير مصر كلها طول الشهر اللي فات، لعل وعسى دولة البرباء اللي احنا فيها دي تبطل تسأله، والسؤال هو قالوا إيه علينا دولة؟ قالوا إيه؟ قالوا لان السؤال فعلا الاجابه عليه مش سهله، لان العناصر الثلاثه اللي بيسالوا عليها سواء اللي قالوا او قالوا ايه وعن مين مش سهل تحديدها قوي، فالموضوع اخذ مننا وقت طويل في البحث والتحليل واستقرينا على التالي. هنبص على الصحافه والاعلام العالمي والعربي والافريقي علشان نجيب ايه اللي اتقال بالظبط عن جيش مصر وقائده الاعلى الجنرال المعلم طربقها، بما ان هم دول اول ناس يعني صدحت حناجرهم بالسؤال بتاع قالوا ايه علينا دول قالوا ايه. وكمان هنركز هنا عن اللي اتقال عن طربقها من الناحيه العسكريه اكتر من اي حاجة تانية، وعندنا أمل كبير في ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يكرمنا بعد ما نجاوب على السؤال ده إن الناس اللي بيسألوا السؤال ده يتكتموا حتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم حتى تتصادم الكواكب وتذبل الشموس. وخلينا نوضح حاجة من البداية، إحنا هنا مش ناويين نقيم الكلام اللي اتقال صح ولا غلط، إحنا بس هننقل إيه اللي اتقال عليهم بغض النظر عن صحته من عدمه، مش دي مشكلتنا، هم حريصين بس إن هم يعرفوا إيه اللي اتقال عليهم. لا تقول لي حقوق زفت ولا حقوق أطران ولا حقوق بلد مين؟ ناس نتنا ريحتهم وحشة. ليه حد فيهم بيقول لي ما تخافش؟ مشكلة أي مجتمع مهزوم نفسيا فاقد الثقة في نفسه إنه بيبقى بيدور على القبول في أي حد براه، بيدور على أي حد يقول له أنت كويس، لأنه حاسس بالنقص من جواه، وسؤال قالوا إيه علينا مناسب جدا لحالة الهزيمة النفسية وفقدان الثقة اللي أصابتنا كلنا، وبالخصوص أصابت القوات المسلحة، اللي بقى لهم 5 سنين مش عارفين يقضوا على شوية مجموعات مسلحة متبعطلين في الصحراء، وكل ما يطلع متحدث عسكري ويقول خلاص قضينا عليهم يروحوا رازعيننا عملية أسخن من اللي قبلها. وخلينا ندخل بقى في الموضوع، قالوا إيه علينا دولة؟ قالوا إيه؟ هنبدأ بأقرب الناس لينا، أقربهم من ناحية المسافة ومن ناحية الصلة، أهلنا في السودان. في مشكلتين كبار عاملهم الجيش المصري مع السودان، وكمان ليبيا داخلة على الخط في واحدة منهم. المشكلة الأولى هي مثلث حلايب وشلاتين، واللي فيه عليهم خناقة بين مصر والسودان من زمان جدا، والوضع الحالي قائم من سنة 95 بعد محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا واتهام السودان وقتها بالمحاولة دي، فرجع حاصل القوات السودانية الموجودة هناك وخرجهم وسيطر على المنطقة، ومن ساعتها حلايب وشلاتين نزناز ما بين مصر والسودان. المنطقة دي مليانة احتياطيات يورانيوم ومنجنيز وغنية جدا بالذهب. الجيش عمل شركة تنقيب اسمها شلاتين، وبقى يدي تصاريح للتنقيب لمدة 10 ايام تقريبا للمنقبين الغلابة اللي بيروحوا يسترزقوا مقابل انه بياخد منهم 20% من الذهب اللي بيطلعوه. من 2014 السيسي اعطى حق التنقيب لشركة خاصة اماراتية اسمها ثاني دبي للتعدين، خرب الدنيا في حلايب وشلاتين والصحراء الشرقية، نهب في ذهب مصر او السودان هي والجيش. ومع ده كمان عمل مشروع طاقة شمسية في نفس المكان مع شركة اماراتية تانية. طبعا ده مزعل السودان جدا من الامارات ومن مصر، لان ده يعتبر اعتراف اماراتي بان حلايب وشلاتين مصرية. المهم وسط الهيصة دي بدأ السيسي يوزع وتنازل السعودية عن تيران وصنافير، فالسودان مالت على السعودية وعلى مصر، حلايب وشلاتين بقى في ايدكم وانتوا بتوزعوا كده. وعلى رأي اخواننا الشوام السودان بتمون على السعودية في الوقت ده كونها جزء مهم من التحالف اللي بيضرب في اليمن، وبرغم انها بتمون على السعودية فعلا الا ان الموضوع في طس. المشكلة دلوقتي ان الجيش المصري بيدخل كل شوية يعتقل ناس من داخل السودان، مش حلايب وشلاتين، لا داخل الأراضي السودانية ببلطجة منقطعة النظير. ولسبب ما احنا مش قادرين نفهمه الحقيقة الحكومة السودانية مكرتنة على الموضوع، مكرتنة على الموضوع برغم ان السيسي مش بيناكف في السودان من الشمال بس، ده كمان مضايقهم من الشرق من اريتريا ومن الشمال الغربي كمان من ليبيا. السودان بتقول على الجيش المصري بتقول ايه؟ انه بيدرب مرتزقه من جنوب السودان في اريتريا اولا علشان يساعدوا سلفاكير في الجنوب، والجيش بيوديهم للغرب كمان في ليبيا يحاربوا مع كتائب حفتر. والمواقع الاخباريه السودانيه بتاكد ان المسلحين اللي بيدربهم الجيش المصري ما شاء الله هم اللي بيتنفخوا تحت وبيتنفخوا فوق. طبعا موضوع حلايب وشلاتين وخناقه السودان دي ليله كبيره قوي سعادتك، بس مش ده موضوعنا دلوقتي. المهم احنا كده عرفنا بيقولوا ايه علينا دولة بيقولوا ايه. ونروح للشرق شويه، الصهاينه لا دول هنحل بيهم في الاخر. هنروح على الخليج، بعد ما السعوديه والامارات وباقي دول الخليج صرفوا رز قلبهم على السيسي ومولوا الانقلاب، جه خبطهم خبطتين ورا بعض. اول ما مات الملك عبد الله وجه الملك سلمان في اول 2015، السيسي زي اي سواق تاكسي صفر العداد وبدا العد من اول وجديد. طب يا عم والمليارات اللي انت اخذتها قبل كده؟ لا دي اتدفنت مع اللي مات، بقى العداد دلوقتي هيبدا يعد من الاول وجديد وعلى نظافه. وكان وقتها مطلوب من الملك سلمان انه يشخشخ جيبه شويه، لكن للاسف اتاخر شويه، فكانت اول لما القائد الاعلى للقوات المسلحه المصريه رفض المشاركه في حرب اليمن. وبعد ما كان بيقول مسافه السكه في 2014 فجاه قال الجيش المصري لمصر بس في 2015، وطبعا ساعتها زي ما كلنا تابعنا الاعلام الخليجي عمل حفله عظيمه وقالوا ايه علينا دوله
ألوي. فجأة يقول السيسي في الخطاب بأن مصر لن تركع إلا لله، يعني لعلي أفسر أن المقصود بأن مصر لن تركع للمال الخليجي. وإذا كان هذا التفسير صحيحا، ليش تطالب بالرزجة؟ لماذا تطالب إذن بالمال الخليجي؟ أنا أقول مع كامل احترامنا وتقديرنا للشرفاء من هذه الشعوب، فإننا نقول للحثالة المجرمين الذين رأينا منهم هذا النكران، نقول لهم إن قصرتم عن وفاء الرجال فلا أدنى من وفاء الكلاب التي لا تنبح على من يطعمها. بعدها في نص 2016 شفنا السيسي بيعلن تأييده لميليشيات الأسد وبكل وضوح. الأولى لينا إن احنا ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب. نفس الكلام في سوريا، نفس الكلام في العراق. أستاذ الرئيس، عندما تشير إلى الجيش الوطني على سبيل المثال في سوريا، هل تقصد بذلك الجيش السوري؟ نعم. وشفناه كمان في مجلس الأمن بيأيد قرار روسي بالاستمرار في الطيران فوق حلب وفي القصف. أنا من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافق العربي من موقف المندوب العربي، هذا بطبيعة الحال كان مؤلما، ولكن أعتقد يوجه السؤال إلى مندوب مصر، كانت تمثيلية مهزلة. وصحيفة السفيرة اللبنانية بتقول أن في نوفمبر 2016 وصل 18 طيار مصري لقاعدة حمال جوية مع وعد بوصول أعداد كبيرة في يناير، وفعلا الإعلام الإيراني قال أنه وصل 200 خبير وضابط مصري منتشرين على كل الجبهات. الغريب وقتها أن الكيان الصهيوني رحب جدا، وقال انهم هيبقوا سعداء لو اي حد هيقدر ياخد دور ايران في سوريا، وخصوصا لو الحد ده زي السيسي شركنا في عملية السلام. قلوب بقى ودباديب كتير وكلام من ده. المهم ان بعدها الجماعة في السعودية يبدو انهم فهموا الحكاية ايه وجابوا له شوية رز، وانتظموا مع السيسي في صفقة القرن وترتيباتها على ايد النانيس ابن سلمان وابن زايد، واللي هنتكلم عنها ان شاء الله قريب بالتفصيل. وفجأة لقينا السعودية بتقول السيسي عرض على الحكومة السعودية وعلى التحالف ان تضع الحكومة المصرية قوات على الارض. اليوم الجيش المصري يشارك معنا في الجهد البحري وفي الجهد الجوي. يا ترى ايه اللي حصل؟ الخلاصة يعني ومن آخر واللي في القلب في القلب، اللي تشريه بالرز يصوت لك يبيعك بالفول يبيعك بالفول. وقالوا ايه علينا دولة؟ قالوا ايه؟ نطلع بقى من المنطقة دي خالص ونبعد بعيد شوية، نروح لأوروبا. وأسرع دولة فتحت أبوابها للسيسي فرنسا، والحقيقة الأبواب دي ما اتفتحتش اعتباطا كده، اتفتحت واتفتح معاها حنفية أسلحة فرنساوي، اتفتحت على الجيش المصري، أسلحة كلفت مصر حاجة كده و90 مليار جنيه، وفلوسهم كلها لميناها قروض، جزء من القروض دي أخذناها من فرنسا والباقي لميناهم من أماكن مختلفة. الفرنساويين المؤذيين مش ياخدوا القرشين ويكرمشوهم في جيوبهم ويسكتوا، لا، نازلين تريقة على الانتخابات وتريقة على جبن السيسي، وإن مفيش مرة قابل فيها الشعب بنفسه بشكل مباشر بالرغم من انتشار صور اللي بتقابل الشعب في كل مكان. طبعا صفقات السلاح دي زي ما شرحنا قبل كده كانت فاتوره بتدفعها مصر عشان انقلاب المعلم طربقها يبقى له قبول دولي ويسيبوه يلعب معاهم. بلد تانية كان ليها تعليقات مهمه برضه وهي ايطاليا. ايطاليا من البدايه خالص والدنيا هناك مش قبل الانقلاب ولا قبل مذبحه رابعه ولا كانوا بلعين موضوع مكافحه الارهاب المحتمل دي، لحد ما حصلت حادثه ترجيني والدنيا خربت تماما بين السيسي وايطاليا. انا شخصيا ليا معارف ايطاليين بيقولوا لي زمان مصر كانت مرتبطه في دماغنا بالسياحه وبالاهرامات وابو الهول وشرم الشيخ والكلام ده، دلوقتي مصر في عقول الإيطاليين ريجيني وقصة أمه وهي توصف جثته لما شافتها. Un bel viso sempre sorridente con uno sguardo aperto con una postura aperta, però io cerco costantemente di sovrapporla a un'altra immagine che ho. L'immagine del suo volto come è stato restituito dall'Egitto. Ho un'immagine di lui di un viso che era diventato piccolo 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 che io e Claudio abbiamo baciato e accarezzato. E non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Io su quel viso ho anche visto, oltre che il male, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Forse l'unica cosa che ho veramente ritrovato di lui, ma l'unica, è stata la punta del suo naso. Lo vedo dalla punta del naso. Mai più avrei pensato di riconoscere così bene la punta del naso di mio figlio. Però per il resto, credetemi, non era più il nostro Giulio. أمه بتقول إن النشطاء كانوا غضبانين وقالوا لها إن ابنها للأسف قتلوه وكأنه مصري. فالست بتقول هو ليه المصري أصلا يتقتل كده؟ وإنها دلوقتي مش بتدافع عن حق ابنها بس، لكن حق ابنها وحق المصريين اللي اتقتلوا زيه. La parte amica degli egiziani hanno detto l'hanno torturato, ucciso come fosse un egiziano. Quindi un caso isolato, sì Giulio, rispetto alla nostra storia, ma rispetto ad altri egiziani e non solo, non è un caso isolato. Quindi anch'io continuerò a dire sempre verità
per Giulio. بمناسبة القضية دي، من كام أسبوع محامي ريجيني قال إن نتيجة التحقيقات الإيطالية المصرية المشتركة بعد الاطلاع على الفيديوهات بتاعة المراقبة بتاعة مترو الأنفاق أثبتت إن ريجيني اتقتل بسبب تحقيقاته عن مصر، وإن قريبا جدا هيتم الإعلان بتحميل المسؤولية للجنى الحقيقي. الجرائد الإيطالية بتقول إن باللي حصل في ريجيني ده انكشفت كذبة مكافحة الإرهاب، وإن السيسي بيستغل موضوع الإرهاب ده علشان يصحي النزعة الشعبوية عند الناس فيستغلها للهروب من جرائمه. وطبعا برضو مع تغطية كوميدية للانتخابات ووصفها بالكوميديا الدامية. هنطلع من إيطاليا ونحاول على ألمانيا. الوضع مشابه لإيطاليا بس بشبشبة ومن غير ما تحصل أي حوادث. من بعد الانقلاب على طول حزب الخضر نزل رزع في السيسي وفي الانقلاب وفي المذابح. ولما السيسي طار ألمانيا ميركل اتعمل عليها حفلة محترمة. إزاي تقابل رئيس انقلابي؟ ورئيس البرلمان هناك رفض يقابل السيسي وش كده. وقال أنا مش عارف واحد انقلابي زي ده هيقعد مع واحد منتخب زيي يتكلموا في إيه. واتبعت وقتها وفد الدبلوماسية الشعبية يقابل حزب الخضر وفضحون هناك فضيحة ما يعلم بها إلا ربنا. لكن الحقيقة وللأمانة في واحد بس اتكلم كويس جدا عن السيسي وكان معجب بيه جدا، هو فولكر كودر زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني ودراع ميركل اليمين. قال عن السيسي: أنا وجدت السيسي مقنع جدا وذو مصداقية، وأكيد دي صفات ليها معنى كبير قوي في السياسة. وقال إن السيسي وعده إنه يقود الديمقراطية في مصر، وبشكل عام هو عنده تصور إيجابي جدا عن السيسي. طب هو بقى قالوا إيه علينا دول؟ قالوا إيه بقى وإيه اتدلعني؟ الراجل الفخم ده هو أحد المحاربين ضد اعتبار الدين الإسلامي جزء من ثقافة وهوية ألمانيا. قالها وش كده: الإسلام مش جزء من تقاليدنا ولا هويتنا في ألمانيا ولا ينتمي لألمانيا أصلا، لكن المسلمين في ألمانيا دول يقدروا يتمتعوا بحقوقهم الكاملة كألمان، إنما بالنسبة للإسلام هنا مش مكان. وقال الكلام ده ردا على الكلام اللي قاله رئيس ألمانيا السابق اللي كان قبلها بسنتين قال إن الإسلام جزء من ألمانيا. والكلام ده اتقال في مؤتمر الهدف منه دمج المسلمين في المجتمع الألماني. الناس اللي حضرت الاجتماع ده من الألمان الغير مسلمين قالوا إن فولكر كان جاي الاجتماع ده يضرب كرسي في الكلوب مش أكتر. هو صاحبنا ده بس اللي كان معجب بالسيسي وتجرأ إن يقول كده في العلن. وبرضو انفتاح ميركل وحزبها على السيسي مش ببلاش، ده معاه حضرتك صفقتين غواصات حلوين كده من تراس دولف نيو 209. خبير صهيوني أبدع اعتراضه، وخد بالك هو خبير صهيوني مش الحكومة الصهيونية، الحكومة الصهيونية ما بتعترضش على أي حاجة لأور سيسي بتاعهم. الخبير ده اعترض انتوا ازاي تدوا غواصات زي دي لمصر؟ فالخبر أمان انه انت بتتكلم على ايه؟ ده الكيان الصهيوني واخد 6 غواصات أحدث من اليوم 209 بتخفيضات كبيرة كمان، يعني احنا ما اديناش الجيش المصري حاجة أقوى من اللي عندكم ولا تسهيلات أكبر من اللي احنا اديناها لكم، ونسيب ألمانيا ونطير لإنجلترا. طبعا جماعات الضغط الإخوانية منتشرة جدا في إنجلترا ومقصرين بشكل كبير في موضوع حقوق الإنسان، فمش هنتكلم عن موضوع حقوق الإنسان ولا أصلا هو ده موضوع، لكن موضوعنا هو تشريك الجيش اللي بتعمله الصحافة الإنجليزية من كل النواحي. 2 من أهم المنابر الإعلامية في بريطانيا، صحيفة الجارديان وجريدة الإندبندنت الإلكترونية. الإندبندنت عمل موضوع طويل في مايو 2017 عن كارثة تسليح المدنيين ووضعهم في وش داعش اللي بيعملها السيسي، وإن ده هيعكس مدى فشل الجيش المصري في مواجهة داعش، إنه يلجأ لتكتيك فشل عند كل جيرانه ومع ذلك بيكرر برغم فشله. وبيقولوا ان الجيش بيتهاجم بشكل يومي والمدنيين اللي سلحهم دول بيهربوا لانهم محشورين ما بين الجيش وما بين داعش اللي بتعدمهم لو اتعاونوا مع الجيش. واتكلموا في نوفمبر 2017 برضو عن فشل فكرة الاستجابة على طريقة القبضة الحديدية اللي بيعملها السيسي في حل مشكلة سيناء، وان ده بيزود الارهاب مش بيقلله، وان القوة الغاشمة اللي بيتوعد بها السيسي الارهابيين والضرب بالطيران اللي مش بيفرق ما بين ارهابي ومدني مش هيحل المشكلة نهائيا. نفس الكلام ده قالته في امريكا فوكس نيوز المفروض انها من ابواق ترامب حليف السيسي الإعلامية، وقالت ان الفشل ده ما كانش مفاجئ وكان متوقع. والواشنطن بوست بتحذر من السيسي وبتقول ان هو مش صديق للولايات المتحدة وانه بقى عالة عليهم ومش مفيد. النيويوركرز قالوا ان السيسي فشل حتى في حماية ناسه وقوات امنه، وان تقريبا 1000 من الشرطة ومن الجيش اتقتلوا على ايد داعش. ونقلوا عن تشارلز ليستر خبير الجهاديين في الشرق الاوسط ان استخدام السيسي للقوة المفرطة ممكن يكون نجح في منع الجهاديين من الاحتفاظ بالسيطرة على الارض اللي بياخدوها، بس فشل تماما في انهاء وجودهم وخلاهم ينتشروا في اماكن تانية. نيويورك تايمز بتقول ان مصر بترد بقوة على الارهاب بس من غير اي استراتيجية. الفورين بوليسي قالت ان مصر لازم تستوعب الدرس بتاعها وبتاع امريكا في افغانستان، ان القوة ممكن تحقق نصر مؤقت لكن هتحول سيناء لمفرخة ارهابيين لو ما تحلش السبب الاساسي للمشكلة، واللي ممكن يخلي الموجة التانية من الارهاب اقوى واعنف من الموجة الاولانية. وفي موضوع تاني اتكلمت عنه الصحافة الامريكية والبريطانية، وكان في تعليمات للصحافة الصهيونية انها ما تتكلمش عنه خالص، لكن تحايلوا على الموضوع ده وبيقولوا كما قالت الصحافة الأمريكية والبريطانية، وهو موضوع استعانة مصر بالصهاينة في العمليات في سيناء، وتحديدا موضوع الطيارات بدون طيار. الجارديان في 8 2013 قالت ان في طيارات صهيونية بدون طيار ضربت مشتبه فيهم اسلاميين في مصر،
البي بي سي في 2018 بتقول ان هجمات الطيران الصهيوني بتوضح قد ايه العلاقات بقت قويه ما بين العرب والصهاينه. وفي 7/2016 بلومبرج بتقول اعداء الشرق الاوسط القدامى اتحدوا النهارده في صفقات الغاز ومحاربه الارهابيين، واتكلموا كمان عن هجمات الطيارات الصهيونيه بدون طيار داخل الاراضي المصريه. نيويورك تايمز بتتكلم عن التحالف السري ما بين الصهاينه وبين مصر ودخول طيران الصهاينه داخل الحدود المصريه بموافقه القاهره. الواشنطن بوست حكت عن استهداف الكيان لاهداف داعش داخل سيناء. هارتس وجيروسلم بوست وتايمز اوف اسرائيل كلهم قال يعني بيتحايلوا على منع النشر واقتبسوا من الجرايد الامريكيه ونقلوا عنهم نفس الخبر. والجرايد الصهيونيه كلها بشكل عام بتشيد بالتنسيق العالي ما بين مصر والكيان الصهيوني وبالعهد الجديد من التعاون مع الجيش المصري. صبروا وحسننا ارسم قالوا الموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان، وقالوا ايه؟ قالوا الموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان. ومن الحاجات اللي اتقال فيها كلام كتير عن الجيش المصري جلسه الكونجرس اللي كانت في ابريل 2017. الجلسه كانت بخصوص اعاده النظر في المساعدات اللي مصر بتاخدها، وهتلاقوا الرابط بتاع الجلسه كامله موجود في وصف الفيديو. اشادوا في الجلسه دي بتعاون الجيش مع الكيان الصهيوني، بس مسحوا الارض بقى باداء الجيش من حيث الغشوميه في استهداف الابرياء ومن حيث التكتيكات الفاشله، واتكلموا عن زياده الغضب الشعبي من زياده عدد الضحايا المدنيين، عن ان اولويه الجيش الاساسيه هي منع ان الثوره تتكرر تاني، وغير كده بالنسبه للجيش يعتبر شكليات. وبيتريقوا ان الجيش المصري بيقول انه قتل 2500 ارهابي وقبض على 2500 تانيين، في حين ان السي اي اي بتاكد ان دواعش كلهم على بعض عددهم ما بين ال 500 وال 1000. وطبعا جابوا سيره سبوبات الجيش وقالوا ان السياسه الاقتصاديه المصريه هدفها مش خلق فرص عمل للشعب، ولكن عمل مشاريع قوميه ضخمه اللي الجيش بيعرف يطلع منها عرقه كويس. لسه عايزين تعرفوا قالوا ايه تاني؟ نسيت. قالوا ان الجيش المصري هو عاشر اقوى جيش في العالم، مش هو ده اللي كل شويه يقولوا عليه؟ التقييم اللي الناس معتمدين عليه عملوا موقع اسمه جلوبال جام باور، وفي معايير كتيره مهمه. لو بصينا على تقييم الجيش المصري والحاجات اللي رفعت الترتيب بتاعنا هنلاقيها اعداد الطيارات احنا فيها الثامن، واعداد الدبابات احنا فيها السابع، والقطع البحريه احنا فيها السادس. وطبعا الموقع بيقيم حاجات تانيه زي تعداد البلد ومساحتها ومواردها واستهلاكها. في هنا في الميثودولوجي او في الطريقه اللي بيقيم بيها الموقع الجيوش ثلاث مشاكل مهمين جدا. اولا انه مقيم الاسلحه الموجوده ومش مقيم قدره الدوله على صيانتها ولا يعرف حالتها عامله ازاي. يعني احنا مثلا مخزنين حاجات من ايام 73، لحد عارف هي متخزنه في ظروف عامله ازاي ولا عارف هي بتشتغل اصلا ولا لا. واللي داخل الجيش يعرف كويس الحاله العظيمه للمعدات والاسلحه بتاعتنا. ثانيا لو الاسلحه دي باظت في حاجات كتير احنا ما نعرفش نصلحها اصلا منها، ولو الذخيره خلصت برضو في حاجات كتير احنا ما بنصنعش الذخائر بتاعتها، وبالتالي فالعدد يعني في الليمون. وساعه الجد لو اتمنع عننا الصيانه والذخيره نبقى ساعتها نعمل الحديد الخرده بتاع الاسلحه ده صاجات للكحك والبسكويت. ثالثا الموقع تجاهل خالص الخبره القتاليه. يعني مثلا مثال بتوع طالبان اللي بيحاربوا باسلحه تعتبر يعني بدائيه مش هيبين امريكا يشوفوا بقالهم كام سنه، كل ده بس بتكتيك حرب العصابات والخبره القتاليه والممارسه. ازاي هيقدر يقارن ناس زي دول بجيش قضى وقته وسط مزارع الجمبري والبلطي وخطوط انتاج البتفور والغريبه؟ قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه وقالوا ايه علينا دول قالوا ايه. في النهايه ان كان نقدنا ده لازع حبتين الا اننا اكيد مش بنقوله واحنا مبسوطين وفخورين قوي. مين يبقى مبسوط وجيش بلده بيتمسح بيه الارض كده وبيتري عليه العالم كله؟ مين يبقى مبسوط وجيش بلده تحول من مقاتلين بيأدوا واجب شرعي لمرتزقه بيتاجروا بالرز؟ مين يبقى مبسوط والجيش اللي المفروض يفنى قبل ما اي عدو يحط رجله في البلد بقى دلوقتي بينسق مع العدو علشان يدخل يضرب اهل بلده ايا كان اللي هم عملوه؟ مين يبقى مبسوط والجيش اللي كنا بنغني له لف مدافعه دلوقتي وبقى يضربها في صدورنا، يضربها في صدورنا علشان يدافع عن الخراب الزاحف اللي حل على البلد؟ مين يبقى مبسوط وهو مش امن لا على اهله ولا على بلده؟ برغم ان يعني شكلنا بنتريق على الجيش، لكن يعني ربنا بالغصه اللي في حلقنا واحنا شايفين اخواتنا بيمسكوا سلاح غصب عنهم باوامر من طربقها علشان ينفذوا مخططات العدو ويقمعوا اهلهم لمصلحه بلحه وعصابته. بلد مخطوفه من اهلها بايد اهلها لمصلحه شويه انجاز. في النهايه شكرا جزيلا للمتابعه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وفي جرس هتلاقوه جنب علامه السبسكرايب كده يا ريت تدوسوا عليه علشان بعد كده يبقى يوصل لكم اشعارات كل ما ننزل فيديو للناس اللي حابه انها تتابع بعد كده. ان شاء الله الحلقه الجايه هتبقى عن سيدي محمد عبد الكريم الخطابي وعن المواطنين الشرفاء اللي حاربوا ضده، وبنعتذر عن احتمال انها تتاخر يوم كمان، وبدل ما تتعرض يوم الاثنين هتتعرض يوم الثلاث. شكرا جزيلا لحضراتكم ونراكم قريب ان شاء الله. سلام.